جدل في تركيا على أثر اندلاع حرائق هائلة، وأصابع الاتهام تتجه نحو أياد خفية عملت على ضرب السياحة في جنوب تركيا، خصوصا وإن الحرائق اندلعت في وقت واحد ومنذ أيام. وتداولت منصات التواصل التركية والعربية والعالمية مقاطع فيديو كثيرة مروعة للحرائق لليوم الخامس على التوالي. وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ولايات أنطاليا وموغلا ومرسين وأضنة جنوبي البلاد أعلنها مناطق منكوبة بسبب الحرائق التي اجتاحتها منذ أيام، وكذلك تعويض جميع المواطنين المتضررين من الحرائق والسيطرة على معظم تلك الحرائق، في حين رصدت أقمار صناعية حجم الحرائق على الساحل الجنوبي لتركيا المستعرة، وارتفعت ضحايا الحرائق إلى 4 أشخاص، بينما يكافح رجال الإطفاء النيران بعد إخلاء عشرات القرى وأكثر من 70 حريقا نشب في أقاليم مطلة على بحر إيجا والبحر المتوسط. والحرائق ما زالت مشتعلة في عدة أقاليم، من بينها منتجع أنطاليا على البحر المتوسط وأقليم موغلا على بحر إيجا. ساعدت طائرات برمائية من روسيا وأوكرانيا في إخماد النيران، وانضمت إليها طائرة أخرى من أذربيجان وطائرات البحرية التركية، وشاركت 45 مروحية في عمليات الإطفاء و1080 سيارة إطفاء في العمليات بالمناطق المتضررة، فضلا عن 280 صهريج مياه و2270 عربة تدخل سريع و10550 من رجال الأطفاء يشاركون في العمليات. وتعهدت الحكومة بمحاسبة أي شخص يتم الكشف عن مسؤوليته في إشعال تلك الحرائق، خصوصا بعد تداول أخبار اندلاع الحرائق في وقت واحد، وهذا أثار الشكوك في المقابل. التحليلات والآراء تضاربت وتفاعل عدد كبير من المتابعين، حيث كتبت المزيد من التغريدات والتعليقات. وهناك تعليق لأبو عيشة، يقول أبو عيشة إبراهيم في تعليقه عن هذا الموضوع: إن كانت الحرائق بأمر الله فلا مراد لقضائه، وإن كانت بفعل فاعل فلازم على تركيا الرد القوي، لأن كل تلك الأرواح والشجر أمانة الله في أرض تركيا، وكلكم راع وكل مسؤول عن رعيته. هناك تعليق آخر من ضيف يزن، يقول: ضيف، حرائق تركيا اندلعت بقرابة 70 موقع في نفس الوقت، والرئيس التركي أعلن 4 ولايات تركية محافظات منكوبة. الحرائق اندلعت في وقت واحد وفي وقت تريد السياحة أن تتعافى، ما سبب بخسائر كبيرة، وكلها مؤشرات توحي بأنها بفعل فاعل بانتظار نتائج التحقيقات. أيضا تعليق من سالم محسن يقول: أكثر من 70 حريق في وقت واحد وفي مناطق سياحية مهمة كأنطاليا ومرمريس، بالتأكيد تفسح المجال للشك بأنها مفتعلة، خصوصا وأن جماعات الإرهابية بإمكانها أن تحرق الأخضر واليابس من أجل مصالحها الخاصة. أيضا هناك تعليق من سوسيت ميركل تقول: راح يتم تعويض جميع المتضررين وخسائر بالملايين في موسم السياحة الصيفي، مهم بالتأكيد في جماعة راح يتشمتون بتركيا اللي أوت ملايين اللاجئين من مختلف بلدان العالم. نسأل الله أن تطفئ النيران قريباً.